يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من طلبة العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ رسائله بالحمد لله وإنما ببسم الله، فهل هذا قول صحيح؟ نعم، البداية تكون ببسم الله وتكون بالحمد لله كلاهما، فإن بدأها ببسم الله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالحمد لله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالاثنين ببسم الله والحمد لله حصلت السنة. نعم.